بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله دلوقتي في ليكتشر 7، وهي بتتكلم على اللي احنا بنحاول نعمل ديتكشن لللاينز والشيبس. احنا في المرات اللي فاتت احنا عملنا ديتكشن للإدج، تمام، وقبلها احنا كنا عملنا ديتكشن للكورنر، وقبلها كنا عملنا ديتكشن للانترست بوينت. طب احنا عايزين دلوقتي نعمل حاجة للخطوط العادية، يعني انا عندي خط مستقيم انا عايز اعمل له ديتكشن، او انا عندي شيب معين، يعني عندي سيركل مثلا انا عندي عايز برضو اعمل لها ديتكشن، او عندي مثلا شكل بيضاوي عايز اعمل له ديتكشن، او عندي شيب يعني arbitrary shape اي شيب عموما زي ده مثلا برضو عايز اعمل له ديتكشن، هل انا اقدر اعمل له ديتكشن؟ قال لك اه طبعا تقدر تعمل له ديتكشن بالطرق اللي احنا هنشوفها دلوقتي. طيب وانا ليه اصلا بعمل لاين ديتكشن؟ يعني قال لك اللي انت بتستخدمها في حاجات كتير زي مثلا الحاجات الهندسيه او الاركتكتشر موديلنج اللي هو النماذج الهندسيه، مثلا اللي هو انت بتعمل اناليسيس لي عندك دوكيمنت معينه وفيها بعض النقاط انت عايز تعمل لها اناليسيس، وعايز تعمل اناليسيس للدوكيمنت ده، هي ممكن مثلا انت عايز تشوف هي مزوره ولا لا، كلام من ده، ايا كان اللي انت الاناليسيس اللي انت بتعمله على الدوكيمنت. يبقى الفكره كلها اللي هو بشكل اساسي في الاركتكتشر موديل والاوربن انفايرمنتس عموما، واللي انت بتعمل اناليسيس للدوكيمنت لاي اوت. طيب خلينا نبدا في الكلام المهم، ازاي اصلا نعمل فيتنج لللاين. فقال لك اول طريقه بتعتمد على حاجه اسمها السكسيسيف ابروكسيميشن، والفكره كلها اللي انت بيبقى عندك كيرف، انت بيبقى عندك كيرف بالشكل ده اهو، تمام. كل اللي انت بتعمله اللي انت بتقعد كل شويه بتقرب، يعني ايه؟ يعني انت بتكون واقف هنا مثلا، ايه ابعد نقطة عندك دلوقتي ممكن تروحها؟ النقطة دي مثلا. طيب وهنا ايه ابعد نقطة ممكن تروحها؟ النقطة دي. يبقى دلوقتي ده اول تقريب للخط المستقيم بتاعنا. بعد ما احنا هنعمل كده هنقوم نحاول نعمل تقريب كمان، يبقى احنا هنحاول نعمل تقريب كمان فوق التقريب اللي احنا عملناه، يبقى هنقرب لغاية هناك مثلا لغاية النقطة دي، وبرضه هنقرب لغاية النقطة دي، وبعد ما نقرب الكيرف برضه النقطة دي والنقطة دي نحاول نقرب أكتر ما بين النقطة دي والنقطة دي، يبقى احنا كده جبنا الخط المستقيم. يعني هي الفكرة كلها بتعتمد على ايه؟ انت بتحاول تعمل ابروكسيميت للكيرف اللي موجود عندك، تمام. فالفكره كلها اللي انت كل شويه ريكيرسيفلي هتعمل سب ديفايد للكيرف ده هوت، يعني هتقعد تقسم الايه الكيرف ده. انت دلوقتي كنت قسمته 4 اجزاء، وبعدين لما انت وصلت هنا قسمته جزئين، وبعدين لما وصلت هنا انت بقى كامل. فالفكره كلها اللي انت بتقعد بشكل مستمر بتقعد تعمل سب ديفايد للكيرف ده هوت، تمام، وكل شويه بتعمل جويننج لتو اند بوينت. يعني لو لاحظت ان ده كانت كان خط وهنا كان خط، وبعدين وصلت ما بينهم، يبقى خليت الاثنين خط الخطين ده همت ايه واحد اهو، ماشي. فالفكره كلها اللي هي الفكره دي بتعتمد بشكل كامل على فكره اللي انت بتقرب، تمام، لغايه لما انت توصل للخط الايه المطلوب. فالفكره كلها successive approximation by recursively finding point furthest away from the current approximation. يعني انت كل شويه بتحاول ان انت توصل للبوينتس البعيده من الابروكسيميشن الحالي اللي عندك، وبعدين توصل. بعد ما انت توصل ما بين، يعني بقى عندك مثلا خطين تحاول تعمل لهم ميرج، يعني ايه؟ يعني تحاول تخليهم هما الاثنين دول خط واحد بالشكل ده، تمام. طيب هنا نفس الكلام برضو، انت عملت هنا مره وعملت هنا مره، تحاول برضو تخليهم كلهم بشكل واحد اللي هو ده، نعتبر طبعا ده خط، بس انا اللي رسمي بس سيء قوي، الا انا اللي رسمي سيء قوي. بعدين انت عندك دلوقتي خطين تحاول تعمل ابروكسيميشن كمان بخط، فانت هتعمل اهو الخط ده. يبقى الفكره كلها تقعد تعمل ابروكسيميشن ابروكسيميشن لغايه لما توصل للخط اللي عندك. يبقى دي ابسط طريقه عندنا واسهل طريقه، او هي بتعتمد اصلا على مجموعه ابروكسيميشنز مش اكتر. طيب النقطه الثانيه بقى اللي هي احنا بنبدا اللي احنا بيبقى عندنا اكتر من نقطه، تمام. يبقى خلي بالك بقى من حاجه مهمه جدا، هيجي في الامتحان حاجه زي اللي هو بيجيب لك طريقه من دي ويقول لك هل هي نوعها كونسترينت ولا اوفر كونسترينت ولا اندر كونسترينت. هو مبدئيا ايه هو حوار الكونسترينت والاوفر كونسترينت والكلام ده هوت؟ الاوفر كونسترينت معنى كده اللي انا بستخدم اكتر من نقطتين عشان ابني الخط ده، يعني مثلا بستخدم 3 بستخدم 4 بستخدم 5 بستخدم 10، بس اهم حاجه اللي هم فوق النقطتين، تمام. طيب الكونسترينت معناها ايه؟ معناها ان انا هحتاج 2 بوينتس بس علشان ابني الخط بتاعي، تمام، يعني عشان اقدر ابني الخط. الاندر كونسترينت يعني ايه؟ معناها ايه؟ يعني انا بحتاج بس بوينت واحده علشان اقدر ابني الخط اللي انا عايز ابنيه. يبقى انا عندي مجموعه طرق، الطرق ده هي بتختلف من حيث ايه؟ من حيث اللي هي هل هي اوفر كونسترينت، يعني هل هي هتحتاج اكتر من نقطتين، ولا هل هي كونسترينت مثلا زي الرانسك اللي هي بتحتاج نقطتين بس، او هاف ترانسفورم اللي هو اندر كونسترينت اللي هو بيحتاج بوينت واحده بس.
هنشوف دلوقتي طريقة طريقة ونشوف طبعا بتتعمل ازاي. يبقى الـ least square fit، الـ least square fit ده هي عبارة عن ايه؟ هي طبعا over constraint، يبقى معنى كده ان انا بيبقى عندي اكتر من نقطتين. يبقى شوف هنا مثلا انا عندي 3 نقط، كل اللي احنا هنعمله هنا ايه؟ احنا هنحاول نعمل استيميشن للـ unknowns. ده عن طريق ايه؟ عن طريق اللي احنا هنرسم خط، تمام؟ وهنحسب قيمة، القيمة دهيت هنحاول اللي احنا نعمل لها مينيمايز. طب ايه هي القيمة دهيت؟ القيمة دهيت اللي هي معدل الايرور، تمام؟ يعني ايه معدل الايرور؟ يعني هل الخط دهوت، تمام، هل هو فعلا مناسب للنقط دهيت وفعلا مثلا بيوصفهم، او فعلا هو بيعدي باكبر نقط موجوده، او هو فعلا بيطلع اقل نسبه ايرور؟ يبقى دهوت اسمها least square fit. يبقى انا برسم خط، تمام، بيعدي بالنقط اللي عندي، تمام كده، وبحاول امينيمايز قيمه الايرور، يعني بحاول اقلل قيمه الايرور. فانا رسمت مره مثلا الخط دهوت بالشكل ده، لقيت ان الايرور كبير قوي عشان هم بعاد جدا عن النقطه اصلا، فانا هحاول ان انا اعمل ايه؟ الخط دوت اغيره شويه، فانا هقوم جايبه كده شويه مثلا، يبقى همسح ده، تمام، وبعدين هجيبه كده. لما اجيبه كده هبدا الاقي ان نسبه الايرور ايه؟ بتقل شويه، يبقى كده الخط دوت بقى افضل، وافضل احاول اخلي نسبه الايرور تقل لغايه لما اوصل لافضل ايه؟ لافضل خط ما بين الايه؟ النقاط دهيت، اللي هي معناها ايه افضل خط؟ ان المسافه ما بين النقاط والخط اقل ما يمكن. طيب انا هحققها ازاي؟ قال لك انت هتحققها عن طريق ان انت ممكن تفضل تقعد تاخد الديريفيتيف، بس طبعا احنا ما اتكلمناش هنا بالتفصيل. هتفضل تاخد الديريفيتيف عشان تقلل نسبه الايه؟ الايرور دهوت، بمعنى اللي انت هتفضل تغير في الخط دهوت شويه، مثلا كان هيبقى كده شويه، كان هيبقى كده شويه، كان هيبقى كده شويه، هيبقى كده لغايه لما انت توصل للخط اللي هو هيوديك لايه؟ لاقل نسبه ايرور، تمام. وطبعا هي دي المعادله الخاصه بالحوار دهوت باللاين فيتنج عموما، لو احنا بنتكلم هنا في اكتر من ايه؟ اكتر من دايمنشن. طبعا هنا الاسباب برضو بسيط، انت بي بيساوي ايه ودي، انت عايز الدي لوحدها، فكل اللي انت هتعمله انت هتضرب ايه ترانسبوز في الجانبين، وبعدين هتبدا تحسب عادي جدا، هيطلع معاك الايه؟ القانون دهوت، ماشي. يبقى القانون دهوت هي معادله الايه؟ الخط المستقيم، ولكن انت بتتكلم في اكتر من ايه؟ اكتر من دايمنشن. طيب يبقى ده بالنسبه لللاين فيتنج، يبقى دي كانت معادله الخط المستقيم العاديه، تمام. نفترض ان انا عندي اكتر من معادله، يبقى ممكن امثلهم في مصفوفه. بعد ما امثلهم في مصفوفه بالشكل دهوت، هقول ان مثلا المصفوفه عندي بي اللي هي الناتج بيساوي ايه في الدي. نفترض ان انا عايز الدي دهيت لوحدها، عن طريق ان انا بقى ايه؟ بضرب الترانسبوز في الجانبين وابدا بشوف الناتج اللي هيطلع معايا ايه في النهايه، يعني ماشي. طيب نقطة تانية اللي هي جزئية أو الطريقة التانية علشان نعمل فيتنج لللاين هي الرانسك. فكرة الرانسك ده هي بتبقى إيه؟ الفكرة كلها اللي إحنا زي ما إحنا اتفقنا إن الرانسك كان اسمها إيه؟ اسمها كونسترينت. يعني إيه اللي هي كونسترينت؟ يعني هي بتاخد نقطتين بس، أو بتحتاج نقطتين بس. طيب قبل ما أنا أقول لك يعني إيه رانسك، إحنا لازم نعرف هي جت ليه. بص نفترض كده في المثال اللي فات دهوت، مثلا كان عندي نقطة موجودة هنا مثلا. تخيل كده لو احنا بنعمل الطريقه ده هي بالليس سكوير فيت، النقطه ده هي هتبوظ لي الدنيا تماما. كل شويه النقطه ده هي بعيده تماما عن الباقي، كل شويه هحاول اعمل خط يكون قريب منها وفي نفس الوقت قريب من التاني، يبقى في كل الحالات هضطر ان انا ارسم خط، الخط دوت فعلا ما بيعبرش عن النقط ده بشكل كويس. وبالتالي الحل ايه؟ الحل اللي احنا اصلا نسلكت 2 بوينتس بس، ومن خلالهم اللي احنا نعمل اللاين. طيب دي هتبقى عامله ازاي؟ قال لك اللي انت الطريقه ديت اسمها رانسك، راندوم سامبلنج اند كونسنسس. يعني ايه كونسنسس؟ او يعني ايه فكره الراندوم سامبلنج اند كونسنسس؟ اعتقد ان انا بنطق الكلمه دي صح يعني. المهم ايا كان، قال لك اللي انت البوينتس ديت انت مش هتحاول ترسم خط يكون المسافه بتاعته قليله وكلام من ده. قال لك لا، انت هتختار بالظبط نقطتين، تمام. النقطتين ده هم هتشوف هل هم بيكونوا اللاين بتاعك بايرور قليل ولا لا. يعني شوف الموضوع عامل ازاي، الفكرة كلها انت بتختار نقطتين بشكل عشوائي من النقاط اللي قدامك، تمام، وبعدين بتجرب اللي انت تبني عليهم ايه؟ خط، وبتشوف هل الخط ده هو بيحقق نسبة ايرور قليلة ولا لا. لو بيحقق نسبة ايرور الحمد لله هناخده واعتمدناه. فانت بتراندملي سيلكت تو بوينتس، يعني بشكل عشوائي تماما انت هتختار نقطتين علشان تعمل فيتنج لللاين، وبعدين هتشوف الايرور ما بين الايه؟ السولوشن اللي انت وصلت له. لو الايرور اقل من نسبه معينه انت تحددها، لو هو اقل يبقى خلاص الحمد لله احنا كده لقينا الايه؟ اللاين.
طيب لو هو كان اكبر هتضطر ان انت تعيد التجربه تاني، هتختار نقطتين تانيين. تمام، طيب حلو جدا. بيقول لك الادفانتج والديس ادفانتج اوف رانسك ايه؟ ان هو بيقول لك ان في الرانسك ما عندناش حاجه اسمها اكيوميليتر اري، زي ما احنا هنشوف كمان شويه ان في طريقه اسمها الهاوف. الهاوف ده بتستخدم حاجه اسمها اكيوميليتر اري، وده اكيد يعني طالما انت بتستخدم داتا ستراكشر زياده فانت اكيد فيها مثلا سبيس انت بتستخدمها في كومبلكسيتي زياده بالتم. فقصده ايه؟ قصده ان الرانسك ما بتستخدمش اصلا اكيوميليتر اري وما بتحتاجوش في حاجه. تمام، هنعرف يعني ايه اكيوميليتر اري كمان شويه. النقطة التانية اللي هو بيكون ايه؟ اللي هو بيكون space efficient اكتر. تمام، بحيث اللي هو اصلا زي ما احنا اتفقنا هو space efficient عشان هو مش بيحتاج اللي هو يخزن accumulator array. يبقى انا لسه قايل حالا ان algorithm بتبقى space efficient اكتر عشان هي ما بتحتفظش مثلا ب array قد كده، بيكون في معلومات عن حاجة اسمها votes الكلام ده، هو زي الطريقة بتاعت هاوف اللي احنا هنشوفها كمان شوية. تمام، فطبعا من الادفانتج بتاعتها ان هي ما فيهاش ايه اكيوميليتر اري. طيب الديس ادفانتج اللي فيها، اللي انت ممكن تفضل تجرب تعمل تيست كتير قوي، يعني انت ممكن تفضل اللي انت مثلا الاثنين دول ما نفعوش، طب انت هتجرب اثنين تانيين، الاثنين التانيين برضو ما نفعوش، فانت هتفضل تجرب نظريات كتير. تمام، وتحاول اللي انت تجربها، وفي الاخر اللي انت اصلا ممكن اللي انت ما تلاقيش الحاجه اللي انت كنت بتدور عليها قوي. تمام، فالفكره اللي انت بس الفكره هنا اللي انت بتفضل تجرب كتير، بتفضل تتست كتير، بتفضل تتست 2 بوينتس كتير، عشان زي ما احنا اتفقنا انت بتختار اصلا بشكل راندوم تماما يعني. الطريقه الثالثه عندنا عشان نعمل ديتكشن لللاينز اسمها الهاوف ترانسفورم. وعشان تفهم فكره الهاوف خلي بالك افتكر كويس جدا اللي هي اسمها ايه؟ اندر كونسترينت، يعني هي بتحتاج نقطه واحده بس علشان نعمل ديتكت لللاين اللي عندنا. طيب هي بتحتاج نقطه واحده بس، قال لك علشان ايه؟ عشان اعرف افضل لاين موجود عندي انا هعمل حاجه ذكيه جدا جدا. طيب ايه هي الحاجة الذكية دي؟ قالك ان انا مش انا عندي شوية نقط صح؟ انا هحولها اصلا لكوردينتس تانية خالص. يعني احنا كنا شغالين في الايه؟ في الاكس والواي صح؟ دي كانت نقطة في الاكس والواي. قالك طب انا هحاول ان انا احول كل نقطة عندي لكوردينت تانية في السي والام. قال لا، طب انت ليه عايز تعمل اصلا تحولها الكوردينيت التانية؟ قال لك اصل النقطة اللي عندي في الاكس والواي في الكوردينيت بتاعت الاكس والواي، يعني ده الاحداث البياني يعني في الاكس والواي بيساوي السي والام في الايه؟ بيساوي السي في الام، ولكن بيساوي كأنه لاين، كأنه خط. ايوه يعني يا هوف انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ انا عايز احول كل النقاط دهيت، عايز احولها لخطوط في كوردينيت تانية. تمام، طب هل انت تقدر تعمل كده؟ اه تقدر تعمل كده. ازاي؟ عن طريق معادلة الخط المستقيم. معادلة الخط المستقيم انت لو غيرت فيها شوية حاجات اللي هي كانت اصلا في الاول كانت الواي بتساوي الام ام في الاكس زائد السي، انت ممكن تحول اصلا تجيب قيمة السي تقول ان السي بتساوي مثلا سالب اكس ام زائد واي، ده سيمبل ماثيماتكس يعني. فانت كل اللي انت هتعمله اللي انت هتحول القيم دهيت لكوردينيت تانية خالص، هتمثلها في شكل بياني تاني خالص اللي هو من الام والسي بدل الاكس والواي، الام والسي. فهما من مجرد نقطة هما هيتحولوا لايه؟ لخط. طيب انا هستفيد ايه بقى من الحوار ده؟ هوت لما هما يتحولوا الخط يا جماعة فانا اقدر اشوف هما اتقطعوا في اي نقطة. تمام، يبقى هما ايه؟ هتلاقيهم كلهم قاعدين بيتقاطعوا في النقطة دي، يبقى النقطة دي هرجعها تاني للاكس واي كوردينيت، وده اللي هيبقى الخط اللي انا هختاره. تمام، ليه؟ اصل معنى كده ان كل النقط اللي هي عملت انترسكشن في الحتة دهيت، يبقى معنى كده ان هما اشتركوا في اللاين ده، اشتركوا في الخط ده. تمام، يبقى كل اللي هاوف عمله، عشان كده هو اصلا اسمه هاوف ترانسفورم، اللي هو نقل البوينتس اللي عندي في كوردينيت تانية في السي والام، حول النقطة الى خط وشاف الخطوط ده هي بتتقاطع فين بالظبط، التقاطع بتاعها حولها تاني للاكس والواي كوردينيت، وقال ان هو ده اللاين اللي انا المفروض اعمل له ايه؟ فيتنج. نبقى نرجع تاني بقى نقرأ شوية. يبقى الهاوف ترانسفورم هو عبارة عن تكنيك for having edges vote for line locations. يعني ايه vote for line locations؟ يعني الفكرة ان هو كله كأنه بيعملوا تصويت بالظبط، كأنهم ايه؟ كأنهم بيصوتوا. بمعنى ايه بيعملوا تصويت او vote؟ يعني انا بشوف رأيهم ايه؟ انتوا رأيكم ايه؟ انتوا هتعملوا intersection فين؟ فحد هيقول لي والله انا هعمل intersection في المكان ده، حد تاني هيقول لي انا هعمل intersection في المكان ده هوت. فانا بشوف اكتر intersection بيعدي بيه خطوط، معنى كده ان هو ايه؟ معنى كده ان في نقط كتير بتعدي بيه الخط ده، يبقى معنى كده ان ده افضل لاين انا ممكن اختاره. تمام؟ طيب
نرجع كمان مرة. يبقى الفكرة كلها اللي احنا بنعتمد على النقط دهيت ان هي تعمل ايه؟ فوتينج. طيب يبقى لو رجعنا كده وقلنا ايه، يبقى هي well known technique for having edges بتعمل voting للايه، الافضل لاين موجود. لكل edge point احنا هنحسب كل ال votes ل all possible lines عن طريق الايه، عن طريق اللي احنا بنشوف مكان ال intersection بتاعهم. تمام. طيب وهنخزن القيم بتاعت ال voting دهيت في حاجة اسمها ال accumulator array. حد فاكر لما انا قلت ان من المميزات بتاعت الرانسك ان هو ما كانش عنده اكيميوليتر اري؟ قلت لكم ان احنا هناخد الاكيميوليتر اري كمان شويه. ايه هو بقى الاكيميوليتر اري؟ ده عباره عن اري بيخزن القيم بتاعت الفوتس. يعني بيقول مثلا ان حصل في المكان ده هوت في ثلاث خطوط عملوا انترسكشن، ثلاث خطوط عملوا تقاطع. تمام. يبقى هنا في اربع خطوط عملوا تقاطع، هنا في خمسه خطوط عملوا تقاطع. يبقى اللي انت بتعمله ايه؟ انت بتخزن الفوتس اللي ايه اللي نتجت من اللاينز. ماشي. طيب وقال ولكن هو قال لك ان بيتر ابروتش اللي احنا هنستخدم اللوكال اورينتيشن انفورميشن، دي هنشوفها كمان شويه. فخلينا بس في البدايه تاني اللي احنا كنا بنقول ايه القصه اللي احنا بنقولها دهيت. احنا دلوقتي بنتكلم على الهاف ترانسفورم، وبنتكلم عن ان البوينتس دلوقتي بدل ما هي كانت موجوده في الاكس واي كوردينيت اتحولت الى لاينز في السي والام كوردينيت. وبنشوف اللاينز ده هي هتعمل انترسكشن في اي نقطه اكتر، يعني هتعمل انترسكشن فين. هنشوف كم نقطه عملت او سوري كم لاين عمل انترسكشن. هنخزن الكلام ده هوت في الاكيوميليتر اري، وبناء على الاكيوميليتر اري هقدر اقول ان هنا في مثلا فوتس كتير في المنطقه دهيت، يبقى المنطقه دي هي اللي هتبقى ايه اللاين اللي انا عامل له فيتنج. تمام. طيب هنرجع للجزئيه دي كمان شويه، ولكن اللي انا عايز اوضحه هنا اللي هو فكره اللاين فيتنج من اول وجديد. اللي هو اول حاجه انا كان بيبقى عندي اللاين اكويجن اللي هي معادله الخط المستقيم، الواي بتساوي ام في الاكس زائد السي. تمام. الام هي السلوب والسي اللي هي المكان التقاطع مع الايه الواي، مكان التقاطع مع الواي الواي اكسس اللي هو هنا مثلا. ماشي. قال لك اللي انت هتعمل ري رايت للايكويجن دهيت وهتخلي سي هي اللي على الشمال. ليه؟ علشان انا اصلا هحول الايكويجن اوف لاين دهيت هحولها للسي ام سبيس بالشكل ده. تمام. بعد ما انا هحولها في السي ام سبيس هبدا امثل كل نقطه فيه عن طريق اللي انا بحسب الايه، عن طريق اللي انا بحسب السي. يبقى احسب السي وبعدين همثلها في السي والام كوردينيتس، وبالتالي هشوف هما بيتقاطعوا فين ايه اكتر اكتر حاجه يعني. ماشي. طيب نرجع تاني. يبقى الاوتلاينز هي الفكره كلها او الالجوريزم ماشيه ازاي. الفكره كلها اللي انت اول حاجه هتكلير الاكيوميليتر اري، يعني هتصفره كله هيبقى صفر علشان ايه الفوت تبقى يبقى الاري فاضي عشان تقدر اللي انت تحط قيم فيه يعني. تمام. وبعدين هتبدا اللي هو مع كل ايدج تعمل لها ديتكشن، هتبدا اللي انت تحسب لها الايه الاورينتيشن، وهتبدا تشوف البيك في الاكيوميليتر اري. يعني هتبدا تشوف اكتر قيمه موجوده عندي في الاكيوميليتر اري. لقيت هنا مثلا في 6، لقيت هنا في 7، لقيت هنا في 8، يبقى اشوف اكبر قيمه موجوده. يبقى معنى كده ان هي دي اللي انا هختارها وهي دي اللي هتبقى الايه اللاين بتاعي. طيب خلينا نكمل كمان شويه. يبقى ده نفس الكلام اللي احنا قلناه، وانت هنا مثلا بتشوف اللي ايه اللوكال ماكسيما اللي هي القيمه الكبيره قوي، الماكسيمم قوي او المينيمم قوي. يبقى هي دي القيمه اللي احنا هنعمل فيها ايه الفيتنج، يبقى هو ده اللاين اللي احنا هنعمل له الفيتنج. قال لك ان في طريقه تانية احنا ممكن نعملها، وهي حاجه اسمها البولر فورم. ودي بنعملها عن طريق او بمعلوميه الكوزاين او بمعلوميه السيتا عموما. تمام. وبنحول بدل ما احنا كنا بنستخدم الايه، بدل ما احنا كنا بنستخدم الايكويجن دهيت بتاعه السي، احنا هنستخدم الايكويجن بمعلوميه الايه السيتا. يبقى هنقول ان البي بتساوي اكس كوزاين سيتا زائد واي ساين سيتا. طب ليه انا اصلا بعمل حاجه زي كده؟ ليه انا بتعب نفسي؟ قال لك اللي هو عشان لو انت عندك فيرتيكال لاينز، يعني لو انت عندك خط افقي دهوت، ممكن يخلي الام والسي يفضل يعني يفضل يزيد للانفينيتي. يعني طبعا قيمه تبقى ما لا نهايه، هتعمل لك مشكله في المساله كلها. تمام. فانت اللي انت حل اللي انت تعمل ايه، اللي انت ما تستخدمش اللي هي الايكويجن دهيت، وتستخدم الايكويجن اللي هي بدلاله الايه بدلاله السيتا. ماشي. طيب طب هتستخدم السيتا منين؟ من عن طريق اللي انت بتحسب الجريدينت. ماشي. طيب انت هتحسب الماجنتيود الاول بالطريقه اللي احنا عارفينها اللي هو الجذر اللي هو النقطة الأولى تربيع زائد النقطة الثانية تربيع، وبتحسب الدايركشن 10 ماينس 1 النقطة الثانية على النقطة الأولى. ماشي. حلو جدا.
طيب اللي بقى لو احنا جينا نشوف الالجوريزم بتاعت الهاف ترانسفورم للبولر فورم، هي برضو نفس الفكره كلها، برضو بنبدا لكل ايدج بوينت بنحسب لها البي. احنا هناك كنا بنحسب الايه، احنا هناك كنا بنحسب السي صح؟ فين راحت؟ فين راحت؟ فين راحت؟ فين هناك احنا كنا بنحسب السي تمام، هنا اهي. ولكن انا هنا انا هحسب ايه، وبعدين بحط قيمه طبعا في الاكيوميليتر اري، هنا ده الاكيوميليتر اري. طيب هنا انا هعمل ايه، انا هحسب بقى البي اللي هي عن طريق اللي هي البولر فورم اللي احنا لسه اتكلمنا عنها حالا اهو، اللي هي اللي كانت جايه من ايه، اللي كانت جايه من السيتا او المعلومات السيتا يعني ماشي. وده زي ما اتفقنا عملناها ليه، علشان نتجنب الفيرتيكال لاينز، عشان نتجنب المشكله اللي بيسببها الايه الفيرتيكال لاينز. وبعدين طبعا نكمل برضو نجيب نفس الطريقه اللي احنا بنجيب الايه اللوكال ماكسيما.